مانشيت أحمر مع نوار عاصم. أحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة ونبدأها بأبرز المانشيتات. الإدارة الأمريكية تعلن عزمها التصدي للجماعات المسلحة الموالية لإيران. مايك بينس لجيرفان البرزاني: سنتخذ خطوات ضد الفصائل التي تقوض أمن واستقرار العراق. سعي أمريكي للحد من نفوذ إيران الذي يهدد استقرار الشرق الأوسط، وروحاني يشترط رفع العقوبات عن إيران قبل الدخول في أي حوار مع الولايات المتحدة. بخراطيم المياه، القوات الأمنية تفرض احتجاجات للملاكات التمريضية في بغداد، ومحتجون في ميسان يقطعون الطريق المؤدية إلى شركة النت. حملة في البصرة على مسؤولين متنفذين متجاوزين على أملاك الدولة، والعيدان يتهم وافدين من خارج المحافظة بالوقوف خلف انتشار الجريمة المنظمة. الجديدة في العراق قد تكون حرب مياه. تقرير فرنسي يحذر من تصاعد مستويات التلوث في المحافظات الجنوبية. ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، حتى بدأت التكهنات حول مستقبل الصراع بين البلدين، الصراع الذي يهدد إشعال منطقة الشرق الأوسط برمتها كما يتوقع مراقبون، مع دخول إسرائيل على الخط واستهدافها مواقع عسكرية في كل من العراق وسوريا ولبنان. فما الذي سيتغير بعد هذا التطور الذي يبدو أنه سيغير المعادلة برمتها؟ يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في وقت تعمل الإدارة الأمريكية في هدوء وسرية من أجل عقد هذا اللقاء. الرئيس الإيراني جدد طلبه للولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى من خلال رفع العقوبات عن إيران، وذلك بعدما أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على فكرة عقد لقاء قمة معه، توافقا مع جهود وساطة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يقول محللون إن ترامب يؤمن بأنه إذا التقى نظيره الإيراني وجها لوجه سيتمكن من إقناع الإيرانيين بالعودة للمفاوضات حول برنامجهم النووي والصاروخي، إضافة للحد من نفوذ إيران الذي يهدد استقرار الشرق الأوسط. لكن هناك من يشكك في إمكانية عقد هذا اللقاء. تقول تقارير من واشنطن إن هناك عقبات أمام عقد أي قمة بين ترامب وروحاني. أولها طلب طهران رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووي، فضلا عن المعارضة الواسعة التي قد يواجهها عقد اللقاء من الدوائر التي توصف بالمتشددة في منظومة الحكم الإيرانية، خاصة قبل أن تقدم واشنطن ما يظهر حسن نيتها تجاه طهران. ومن شأن هذه المعارضة أن تضعف موقف روحاني ووزير خارجيته ظريف الراغبين في عقد مثل هذه القمة. في المقابل هناك من يرى أنه من الصعب أن تلبي طهران هذه الطلبات التي تركز على الحد من نفوذ إيران في المنطقة، إضافة لتحجيم برنامجها الصاروخي. نفتح النقاش في ملفنا مع كل من أستاذ العلوم السياسية السيد ياسين البكري، وأيضا الكاتب والباحث الأردني السيد منذر الحورات، وأستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية السيد عقيل عباس. أبدأ وإياك أستاذ ياسين، الوساطة الفرنسية، الرغبة أمريكية والموعد بعد شهر من الآن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما إمكانية عقد هذه القمة الأمريكية الإيرانية؟ شكرا جزيلا. يعني اعتقد انه جهود ماكرون حققت خرق للعلاقه ما بين ايران وما بين امريكا. الموقف الايراني نفهم انه متشدد في هذا الجانب، يحاول ان يستثمر اذرعه للضغط على امريكا لتخفيف على الاقل حده العقوبات، وبالتالي ممكن الخروج من هذه الازمه. واضح جدا انه تاثير العقوبات الامريكيه على ايران
تؤثر بشكل كبير على المجتمع الإيراني، وإلها بالتأكيد لها تداعيات كبيرة. لكن تبقى قضية أنه إمكانية عقد هكذا اجتماع في تصوري بشكل عام ممكن أن يعقد، لكن باشتراطات معينة وبتكتيكات إيرانية ممكن أن يصلون إليها. بمعنى إيران دائما تتحدث عن قضية أساسية أنه أمريكا هي الشيطان الأكبر، وهذا شعار منذ الثورة الإيرانية بال79 لحد الآن مرفوع. بالتالي الذهاب بهكذا وجه مباشر باللقاء مع ترامب أعتقد ممكن أن تتعرض إيران إلى نقد كبير في هذا الجانب. وكان أيضا واضح في الاعتراضات من جانب التيار المتشدد في إيران، 83 برلماني اعترضوا، نائب الحرس الثوري حتى قرب أن يصف ظريف بالخيانة. هذه في تصوري تكتيكات أكثر ما هي موقف إيراني ثابت. إيران في تصوري تحاول أن تؤخر على الأقل اللقاء إلى مرحلة أن تبدأ الحملة الانتخابية الأمريكية. هنا ممكن أنه تحاول أن تحصل على مكاسب في فترة أو في المفاوضات. في هذا الوضع اليوم تكتيكات تلعبها إيران إذا كان في الرفض من قبل المتشددين في تصوري، وإذا كان في تحريك بعض الأذرع، إذا كان في العراق، إذا كان في اليمن، أو كان في لبنان. إذن الكل يسعى للحصول على ما يريد من هذا اللقاء. سيد ياسين، سيد منذر، عندما نتحدث عن لقاء كهذا اللقاء الذي ينتظره الجميع، ليس لحل فقط المشاكل الأمريكية الإيرانية بل مشاكل منطقة الشرق الأوسط وما حصل مؤخرا، إذا كان تهديدات في مضيق هرمز، إذا كان هنالك ضربات على الأرض في لبنان، سوريا، حتى في العراق، ما يحصل في اليمن، إذن هو لقاء سيكون فاتح لملفات كثيرة. هل يمكن أن يكون هذا اللقاء في ظل هذا التوتر الموجود أصلا على الأرض؟ نعم، ترامب قبل، أولا مساء الخير، ترامب قبل بهذه المبادرة الفرنسية ليس لأجل أن يقيم صلحا مع إيران أو أن يحل المشكلة العالقة بينه وبينها، هو قبل فيها تحديا ربما للشركاء الأوروبيين الذين اتهموا ترامب في أكثر من مرة بأنه خرج عنوة من الاتفاق النووي ويريد أن يشعل المنطقة حربا غير متوقعة. بالنهاية ترامب قبل كعادته، لأنه منذ البداية كان يقول أنا أضغط على إيران كي تجلس إلى طاولة المفاوضات لكن ضمن الشروط الأمريكية. هذه الشروط الأمريكية فيما لو قبلتها إيران سوف يكون ذلك نهاية مؤسسات الحكم الإيرانية. الآن إيران وضعت شروط على هذه الحضور، اللي هو وهو إسقاط العقوبات الأمريكية وفتح باب تصدير النفط والعودة إلى 5+1 أمريكيا. هذا غير مقبول حتى اللحظة التي أحدثك فيها أمريكيا، ولكن الولايات المتحدة تدرك تماما أن الشروط التي وضعتها على إيران شديدة الصعوبة من أن تقبلها إيران، وهي ابتدأت فعلا بالحرب على إيران من خلال ضرب أذرع، ما تسميه أذرع إيران في المنطقة. هذه الأذرع الإيرانية موجودة بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين أيضا في العراق وسوريا ولبنان، وأيضا كرست الولايات المتحدة محاولة تقطيع هذه الأذرع الإيرانية من خلال إيجاد عقوبات على من سوف يتعامل مع حزب الله في لبنان وهو الحليف القوي. وكأن الولايات المتحدة تضع شروط للعملية السياسية في أحد الدول التي تهيمن عليها إيران من خلال حزب الله، أعني هنا لبنان، بأن يقطع العلاقات الداخلية معه. إيران تدرك حقيقة حجم الضغط الأمريكي، لأنه تدرج رويدا رويدا، ابتدأ بالخروج من اتفاق النووي ثم بعقوبات ثم إلغاء الامتيازات عن الشركات ثم الحصار على الدولار الأمريكي في التعامل، وربما تصعد أكثر الواقع داخل إيران. ولكن اليوم كان هنالك تحول كبير بما يحصل، وهو الضربات العسكرية في أكثر من بلد وكلها أجنحة إيران كما تصفها الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل في كيفية التطرق لها. ولكن دعني أسأل سيد عقيل، يعني عندما نتحدث كما وصفها السيد منذر حورات قبل قليل بأنها شروط صعبة
على الجانب الإيراني لينفذها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا ذكر ضيفي الأستاذ ياسين بأن هنالك من الداخل الإيراني من يرفض هذا اللقاء بتاتا. يعني هل ما تفرضه اليوم الولايات المتحدة من شروط لعقد هذه القمة الأمريكية الإيرانية بدوافع وحسن نية حقيقية أم فقط لاستهداف الشركاء الأوروبيين كما ذكر سيد منذر؟ يعني الولايات المتحدة والرئيس ترامب لم يضع شروطا لهذا اللقاء. هو يعني لديه ميزة على نظيره الرئيس الإيراني، وهو أنه غير خاضع لضغوط داخلية أمريكية، وبالتالي هو عندما وافق على اقتراح ماكرون لإجراء هذا اللقاء هو حقيقة لم يقدم أي ثمن. الإيرانيون، الرئيس الإيراني هو الذي يخضع لضغوط داخلية إيرانية، بمعنى يعني هناك تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي عندما قال بشكل واضح أن التفاوض مع هذه الإدارة مثل تلقي جرعة السم. استغل المحافظون هذا التصريح ويعني بدأت حملة شديدة ضد الرئيس روحاني، خصوصا أن حكومته يعني وضعت كل بيضها في سلة الاتفاق النووي مع الغرب، وهذا الاتفاق تفكك. يحتاج الرئيس روحاني أن يقدم شيئا من أجل إجراء هذا اللقاء، يعني أن يقدم معنى أن يتنازل عن شيء من رئيس ماله السياسي في إيران، وهذا الرئيس مال أصلا منخفض جدا. وبالتالي أنا أعتقد هذا اللقاء لم يتم. الشرط الإيراني لإجراء اللقاء هو شرط اضطر إليه روحاني، بمعنى أن على الولايات المتحدة أن تزيل بعض العقوبات، أو تتحدث عن إزالة العقوبات شرطا للقاء. طبعا هذا لن يحدث. جون بولتون المستشار الأمني القومي الأمريكي كان واضحا بهذا الخصوص، الولايات المتحدة هي في موقع قوة في هذا النزاع، غير خاضعة لضغوطات داخلية، غير خاضعة لضغوطات اقتصادية أزمت لصالحها، وبالتالي لا أعتقد أنها تجد نفسها مضطرة لتقديم ما تعتبره تنازلات. الموقف الإيراني هو الموقف الأكثر صعوبة والأكثر حرجة، لأن الزمن يعني يفعل فعله ضد إيران، يعني بسبب هذه العقوبات الاقتصادية الشاملة وحرب النيابة التي تجري على مستوى واطئ، يعني الضربات التي تجري في سوريا، تجري في لبنان، تجري بعضها في العراق، نعم إسرائيل في سوريا، يعني كل هذه ما نسميه بحرب النيابة هي لا تحسم موضوع العقوبات الاقتصادية. الشيء الأساسي هنا هي العقوبات الاقتصادية، واستخدام الخيارات العسكرية وإن كان بالنيابة لن يحرك أو يحلحل هذه العقوبات الاقتصادية. أعتقد الوضع سيستمر على ما هو عليه. طيب سيد عقيل، على ما يبدو بأن إيران فهمت بأنها بموقف صعب وأصبح هنالك نبرة مغايرة لما بدأت به الأزمة مع الجانب الأمريكي حتى وصل ربما إلى لعقد لقاء القمة. طيب سيد ياسين، إيران ترتب أوراقها بما ينفعها، الولايات المتحدة ستتواصل مع إيران أيضا بما ينفعها، ماذا عن العراق؟ يعني الكل يتفاهم، ولكن فقط في العراق نرى هنالك تخبط كبير وأيضا هنالك ضربات على أرض الواقع، يعني كيف سيتعامل مع هذا الملف؟ يعني ابتداء أنا لم أقول أنه في إيران هناك رفض من بعض الجهات، اللي ذكرته أنه قد تكون هذه تكتيكات يعني أو محاولة لعب أدوار يعني متبادلة، يعني حتى قضية أنه المرشد يتحدث أنه المفاوضات مع أمريكا أشبه بتجرع السم، هذا لا يعني أنه لا يتجرعون السم وتجرعوه في فترة معينة في الثمانينات. أما في قضية العراق، أعتقد أنه العراق نعم هو واقع في مرمى اشتباك كبير. أعتقد أيضا إيران نتيجة لهذا الضغط الاقتصادي الكبير الذي يعني يحملها تبعات كبيرة في الداخل الإيراني، تحاول أن تحرك هذا الملف يعني والذهاب باتجاه التخفيف عن طريق استخدام مجالاتها وأذرعها، ولذلك كان ذكرت قبل قليل أذرع هذا كان في العراق، في هرمز، في اليمن، وأيضا في لبنان.
اليوم أعتقد أنه الموقف الرسمي العراقي يتحدث عن محاولة أن لا يكون شريكا في هذا، أو أرسل رسائل مباشرة إذا كان لأمريكا وإذا كان لإيران. ليس من رغبة العراق وليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة الطرفين الآخرين أن يكون العراق ساحة لهذا الصراع. بالتأكيد أنه الأطراف هي لا تفهم، أو على الأقل طرف من هذه الأطراف هي لا تفهم هذه المسألة، بمعنى أنه مصلحتها أكبر من رؤية العراق في تجنيبه هذا الصراع. ولكن سيد ياسين، يعني حتى ما إذا كانت الحكومة تريد إبعاد العراق برؤيتها السياسية الخارجية عن كل هذا الصراع، أو النأي بالنفس عن الطرفين بالتحديد، لأن الطرفان اليوم يعني تجمعهما علاقة جيدة مع العراق، ولكن هنالك من هو موجود في الداخل العراقي ربما يريد أن يفتح ساحة حرب في هذه الأرض، فكيف يمكن أن تكون المجابهة؟ هي هذه الإشكالية الكبيرة الذي يواجه العراق اليوم. وأعتقد ما يجري اليوم هو صراع ما بين منطق الدولة الذي تحاول مؤسسات الدولة مع ضعفها أن تفرضه في التعامل الخارجي والتعامل الداخلي، ومع منطق آخر، منطق يكون خارج الدولة أو موازي، وفي أحيان أخرى يحاول أن يكون فوق الدولة. اليوم أعتقد أنه في الداخل العراقي هناك صراع هذين المنطقين. من سيفرض نفسه؟ أعتقد أنه هذا السؤال صعب الإجابة عليه في ظل ضعف الدولة وفي ظل قوة بعض الأطراف اللي موجودة في الساحة العراقية. قد تستفيد منطقة الدولة من محاولة أو على الأقل وجود اتفاق إيراني أمريكي أو الذهاب باتجاه المفاوضات. هذا بالتأكيد سيخدم منطقة الدولة واستقرار العراق، بمعنى أنه أي تصعيد أمريكي إيراني سينعكس بشكل سلبي كبير في الداخل العراقي، لأن هناك قوى تعلن وبشكل مباشر أنها لن تلتزم بقرار الدولة. ولكن لو حدث العكس وهذا ممكن ومن ضمن الاحتماليات، بالتأكيد سينعكس على إيجابيا على منطقة الدولة، وبالتالي ممكن أنه نذهب باتجاه تقليل أو تقليم أظافر هذه القوى. طيب سيد منذر، أيهما أصعب؟ القرارات الأمريكية المتخذة برفع العقوبات، أم ما يمكن أن تتخذه إيران اليوم بإعادة التفكير في الاتفاق النووي، برنامجها الصاروخي أيضا، وربما حتى بأجنحتها الموجودة في دول الشرق الأوسط؟ نعم، طالما المعركة خارج إيران، إيران الآن ما يعيقها فقط الحصار الاقتصادي، هي تستخدم أدوات في المنطقة، تحارب الولايات المتحدة في المنطقة، تستخدم سلاح الصواريخ، الأرض الإيرانية بعيدة عن ساحة المعركة. لكن النظام السياسي الإيراني يستخدم الصراع مع أمريكا لتغذية حماس داخلي إيراني للتغلب على الكثير من العقوبات. إيران تستفيد الآن من حالة العداء للولايات المتحدة، صحيح أنها تدفع على الأرض كثير من الخسائر، هنالك معاناة للشعب الإيراني، لكن ذلك باعتقادي لا يعني القيادة الإيرانية كثيرا. ما يعنيها هو أنها تجابه دولة عظمى كالولايات المتحدة، إذا تنازلت قليلا سوف يشكل ذلك خسارة مهمة وهائلة بالنسبة لنظام السياسي الإيراني، لأنه سوف يعتبر هزيمة أمام الضغوط الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تضغط، ليس عليها من شيء، هي بالنهاية ليس لها تبادل تجاري مع إيران كبير، هي بالنهاية لا تستخدم مضيق هرمز كثيرا، هي الأذرع الإيرانية في المنطقة، توفر لها تصدير هائل للسلاح لدول المنطقة لمجابهة هذه التحديات الميليشياوية دعيني أسميها. بالنهاية إيران تهدد المنطقة، والمنطقة تريد أن تدافع عن نفسها ضد الولايات المتحدة، مستفيدة، وحصارها لإيران الآن يؤدي إلى، أو العقوبات ضد إيران تؤدي إلى رفع معتدل للنفط، لأن النفط الإيراني لم يؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار النفط، بالتالي هي تلعب اللعبة الاقتصادية العسكرية وفق المزاج الأمريكي. ترامب عود الجميع بأنه متبدل، لا أحد الآن، خذ السياسيين بالعالم كلهم، لا أحد يراهن على كلمة قالها ترامب، لا أحد.
الجميع لديه القناعة أن ترامب قال كلمة الآن وعليه الاستعداد التام أن يقول عكسها. ولكن هنالك تبدل أمريكي في إطار الاستراتيجية التي تضعها مستقبلا، حتى المطالب الإيرانية بالحصول على 500 برميل يعني بزيادة عن اللي صدروها آخر فترة عن المليون، يعني أن تصبح 1.5 مليون برميل يصدر، هي إيران قادرة أيضا على كسب هذا يعني القدر من تصدير النفط ولكن بطرق غير شرعية. وهذا ربما ما يعني يضعنا أمام التساؤل إذا ما كان يتم استخدام الإعلام فقط في هذه البيانات والتصريحات على أساس أن هم يتواجهون أو يلتقون في قمة إيرانية أمريكية. ولكن إذا ما سمحت لي سيد عقيل، إيران استخدمت العراق كورقة من أوراقها اليوم في التفاوض مع الولايات المتحدة أو حتى في الضغط، هل يمكن لصانع القرار العراقي اليوم أن يكون عقلانيا بما فيه الكفاية ليفهم بأن قراره يجب أن يكون مبني على المصلحة العراقية بعيدا عن توجهات أخرى؟ يعني صانع القرار العراقي عموما ضعيف، الدولة العراق ضعيفة، الحكومة بشكل عام ضعيفة. لكن لابد أيضا أن أقول في صدام المواجهة الأمريكية الإيرانية يثير سؤال الدولة بشدة، وخصوصا في سياق الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو يفترض أن يكون جزءا من الدولة، وبالتالي عليه أن يسلك سلوك إحدى مؤسسات الدولة. هناك جدل كبير، هل فعلا أن الحشد الشعبي يتصرف على أنه جزء من مؤسسات الدولة بمعنى يتبع القرار الحكومي؟ حقيقة في ظل هذه الأزمة وخصوصا عمليات القصف الأخيرة التي حدثت في مخازن الحشد الشعبي، لبعض مخازن الحشد الشعبي، ويقال أن إسرائيل كانت وراء بعض على الأقل بعض عمليات القصف هذه، الحشد الشعبي أو الجانب من الجانب في الحشد الشعبي الذي هو حليف لإيران، حليف استراتيجي، حليف عقائدي، وحليف عملياتي، لحد الآن لم يخرج عن ما يسمى بالحياد الرسمي العراقي، بمعنى لا يوجد تحدي لحد هذه اللحظة من الحشد للحكومة. هناك تصريحات منفلتة هنا وهناك تمثل أشخاص تمثل يعني ضمن الحشد أو قريبين من الحشد، تبدي تعاطفا مع إيران وتدعو لها مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، هناك أصوات هنا وهناك، لكن الحشد كمؤسسة لحد الآن ملتزم بما أعلنته الحكومة العراقية. هذا الالتزام لحد الآن يبدو هشا، بمعنى هناك ترقب لما سيحدث، والاختبار الحقيقي هو هل يتحول هذا الالتزام من الهشاشة إلى الاستقرار، بمعنى إن تصاعدت الأزمة الإيرانية الأمريكية وبدأت مفاعيلها تظهر في العراق، هل سيلتزم الحشد بشكل رصين وجدي بما تقرره الحكومة العراقية؟ أنا أعتقد الحكومة العراقية قررت، وربما هناك غضب إيراني من هذا القرار، نعم، الحكومة العراقية قررت أنها لن تنجر في هذه المواجهة إلى جانب إيران، والإعلانات الرسمية العراقية ولحد الآن السلوك الرسمي العراقي واضح في أنه لا يريد أن يحسب على إيران في هذه المواجهة، وهذا أمر إيجابي. المهم أن يتعمق ويصبح سياسة مستقرة، وأنا أعتقد هناك رأي عام شعبي عراقي ضاغط يدعم مثل هذا التوجه الحكومي. نعم سيد عقيل عباس أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد منذر حورات الكاتب والباحث الأردني، وسيد ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية، شكرا لكم.
تكفو بلا أنهار في العام 2040. تبدو توقعات متشائمة إزاء مستقبل المياه في ظل أزمات الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأعوام السابقة. يرسم تقرير فرنسي سيناريوهات مظلمة للأزمة التي تتفاقم بشكل مستمر مع استمرار غياب الحلول الحكومية لمشاكل شح المياه وتلوث. التفاصيل في هذا التقرير. حرب جديدة في العراق لن تكون كالحروب التي خاضتها البلاد سابقا، إنها حرب مياه بدأت تلوح في الأفق بعد سنوات من التلوث الذي أصاب المحافظات الجنوبية. وبحسب تقرير لصحيفة لكروا، فإن الأزمة الصحية تزداد سوءا في محافظة البصرة التي تعد من أغنى مدن العراق النفطية، وإن هذا التلوث وصل إلى مستويات عالية. وأضافت أن الشركات غير الحكومية تعمل بانتظام لكنها لا تستطيع تعويض انعدام الإجراءات الفعالة من جانب السلطات العراقية. وتهدد موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات باندلاع حرب مياه بين المحافظات العراقية التي بدأت بالتجاوز على الحصص المائية المخصصة لكل منها. ونقل التقرير عن ناشطين بصريين قولهم إن سبب التلوث الرئيس هو الفساد الذي ينخر الحكومة التي سارعت إلى خنق طموحات المحتجين من خلال الاعتقالات وحظر التجمعات. من جانبه اتهم عضو مجلس البصرة نشأة المنصوري الحكومة المركزية بعدم الاهتمام لأوضاع المحافظة قائلا إنها تعتبر البصرة مدينة تجارية فقط، وإنها تضع المال الذي تجنيه من عائدات النفط قبل صحة أهالي المحافظة. ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن العراق قد يصل إلى الجفاف الكامل بحلول عام 2040 بعد أن تراجعت حصة الفرد إلى 2000 متر مكعب من المياه سنويا، في حين كانت تفوق 6000 متر مكعب خلال الأعوام الماضية. نفتح نقاش في ملفنا مع الخبير المائي سيد عادل الخشاب. سيد عادل، أهلا بك معنا. نسمع عن حرب المياه بين دول كبرى، ولكن أن يكون لدينا في الداخل العراقي حرب مياه بين محافظات البلد الواحد، هذا ما يتم الحديث عنه من خشية كبيرة ربما تحصل فعليا بين المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الكريمة اللي أتاحت لنا الفرصة أن نتكلم بهذا الموضوع المهم. بس أحب أوضح أني عادل المختار وليس الخشاب. حقيقة كانت أزمة شحة المياه بالأول عام موجودة بالبلد، وكان هناك فعلا يعني احتمالات لمشاكل تظهر بين المحافظات، لكن حاليا بالسنتين القادمة أعتقد ماكو هيك إشكالات، لكن راح تظهر عندنا إشكالات بالتجاوز على مناسيب المي بكميات كبيرة، وقد تكون هناك مشاحنات بين الجوارين اللي راح يتجاوزون على المياه بسبب أنه زيادة مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الشلب أكثر من 500,000 دونم، وهذا أكيد راح يؤدي يجب على وزارة الموارد المائية زيادة الأطلاقات بكميات كبيرة، ولكن هذه الكميات الكبيرة أكيد راح يكون عليها التجاوز من قبل المزارعين، وستؤثر بالنتيجة على المحافظات الجنوبية والبصرة تحديدا. إذن لتلافي هذا الموضوع المشاحنات بين المحافظات، احنا قلنا وطالبنا من زمان ولازلنا نطالب بضرورة إعادة النظر بالسياسة الزراعية. يجب الاعتماد على كل قطاعات الزراعة اللي تنتج بوفرة وتستخدم مياه أقل، وفي هذا الصدد راح يظهر لنا قطاعين مهمين، انه قطاع الدواجن يجب الدولة او وزارة الزراعة ان تهتم به ويكون هو القطاع الاول، والقطاع الثاني هو الزراعة المغطاة، وهذا يجب الاهتمام به بشكل كبير حتى تظهر الانتاجية كبيرة، والقطاع الأسماك أيضا بالمرحلة الثالثة، ومن ثم بالتدريج تجي المحاصيل والأمور الأخرى. طيب سيد عادل، يعني إذا ما عدنا إلى التجاوز، يعني حتى نفصل الأسباب والمعوقات للوصول إلى أوضاع داخلية مستقرة إذا كانت ما بين المحافظات وفي توزيع الحصص المائية،
هل السبب فقط هو تجاوز الفلاح على النسب المائية الموجودة في داخل المحافظة، أم يمكن أن يكون هنالك أسباب أخرى تستطيع الدولة حلها من خلال رؤى وخطط يعني المشاريع المياه؟ نعم، طبعا هو الخطوة الأولى هو التجاوز على الحصص بالنسبة للمواطنين. الخطوة الثانية يجب على وزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية خصوصا بالنسبة للموسم الصيفي، لأن تعرفين حضرتك دائما عندنا المشاكل تظهر بالموسم الصيفي لكثرة الزراعة، المساحات المزروعة تستخدم مياه أكبر. فإذا الخطوة الثالثة يجب التفاوض مع دول الجوار لوضع حقوقنا المائية حتى نكون واضحين بعد من هذا الجانب، نعرف ايش قد ايراداتنا وعلى هالاساس نبني زراعتنا. اليوم الزراعه دا تنبني اللي هي اكبر مستهلك بالنسبه للمياه، دا تنبني على استخدامات او صرف مياه كميات كبيره، يعني تقدر ان اتوقع هالموسم الصيف بحدود اكثر من 20 مليار راح نستهلك في الزراعه الصيفيه، بينما الخزين المائي اللي عندنا خزننا بحدود 60 مليار، وفي موسم الشتاء كله ما استخدمنا غير 1 مليار، أما هسه الصيفي أعتقد راح يعبر 20 مليار. فلذلك أنا قلت إعادة النظر حتى شنو نسوي، وفرات مائية كبيرة عندنا ممكن نتلافى أزمات المحافظات بالذات محافظة البصرة حتى نمنع عنها التلوث الموجود. أيضا زيادة إطلاقات من قلعة صالح اعتقد لو لل 150 يوصلون ايضا راح يحقق فد نوع من المياه العذبه توصل للبصره. ضروري ايضا الاتفاق مع دول الجوار اللي ايران بالذات نهر الكرخه والقارون اللي هي انهر مشتركه، ولا زال هناك اكو تعثر في موضوع المفاوضات حول اتفاقيه 1975، وإذا تم هذا الإجراء أعتقد أيضا راح تنحل. يعني أنا أتوقع حلول عندنا كثيرة لكن يجب الاهتمام بها ووضعها موضع التنفيذ حتى نتلافى هكذا موسم صعب قد يأتينا في حالة، يعني إذا جتينا موسم شتوية جافة أعتقد الأزمة راح تظهر بشكل واضح. نعم. طيب سيد عادل، يعني انعكاس هذا الجفاف إذا ما كما ذكرته قبل قليل انعكس على الصيف المقبل أو الذي يليه، وأيضا ماذا عن الجفاف وفي حال انعكاسه أيضا على الثروة الحيوانية وأيضا الزراعية؟ الموسم الجاي هو أيضا موسم مطمئن لأن عندنا خزين لعام ماشية، لكن أنا قصدت إذا موسم شتوية جافة هذا أكيد راح يستنزف كميات المياه وراح نرجع نفس المعاناة للموسم الصيفي السابق اللي كان ضربنا الجفاف وأثر على الثروة الحيوانية بصورة عامة وسبب إشكالات حتى يعني إمدادات المي للشرب كان هناك مشكلة بها. فلذلك أنا يعني أحذر يجب إعادة النظر في استخدامات المياه وتقليص هاي الاستخدامات، يعني من 22 إلى 20 مليار ممكن نقلصها إلى 15 مليار على سبيل استخدام منظومات الري الحديث، الري البساتين من خلال التنقيط، كل هذه إجراءات حتى نتلافى موسم شحة أو جفاف خطر جدا، راح يكون موسم جاف صعب جدا نتلافى. نعم. طيب سيد عادل، ما رأيك بتقارير تتحدث عن عراق بلا أنهار في 2040؟ حقيقة احنا دائما نقرأ هذه التقارير، هذه التقارير في ضمن هذه الظروف قد تكون خطرة، لكن إذا تم تحديد حقوق العراق المائية مع دول الجوار اللي هي تحديدا إيران وتركيا وسوريا وثبتنا حقوقنا المائية، غيرنا أسلوب الزراعة هاي اللي قلت عليها، أنا متأكد أنه راح نقدر نديم كميات المياه بالعراق لسنين طويلة، حيث أن تركيا أعتقد مناسيب المياه عندها جيدة، خزينها جيد، أمطارها جيد، لدينا أيضا إيرادات تأتي من الشمال من الزاب أيضا ممكن تسد الغرض. لكن إذا بقينا ضمن هذه الفوضى في إدارة المياه أو ما عندنا استراتيجية واضحة لإدارة المياه أعتقد ممكن نجابها هكذا أزمة. طيب سيد عادل، يعني ماذا عن بعد 10 سنوات من الآن؟ يعني هل يمكن أن تكون للحكومة رؤية تغطي هذه الفترة؟
حسب علمي أنه بدأت الحكومة أولا تشكيل وفد مفاوض متطور، أعتقد عدد أعضاء 52 من مختلف التخصصات، حتى تقوم بالمفاوضة مع جارة تركيا تحديدا، لأن هي الواردات المياه من تركيا هي الواردات الأكبر، وإذا بدت فعلا هاي المفاوضات تصبح عامل مهم لتثبيت حقوق المائية. وأيضا يجب تأسيس المجلس الوطني للمياه حتى يكون الملف المياه بدولة رئيس الوزراء، حتى يقدر يفاوض مع دول الجوار من ضمن الاتفاقيات الأخرى كسياسة واقتصاد ومالية وأيضا المياه. وأيضا يجب إنهاء الأزمة ما بيننا وبين الجارة إيران ضمن اتفاقية 1975 حتى نثبت حقوقنا المائية. إذا كل هذا العمل قدرنا أن نسويه بهذه السنين القادمة، أعتقد ممكن نتلافاها مع إعادة النظر بالسياسة الزراعية، لأن الزراعة تستهلك 70% من واردات المياه القادمة، وهذا استنزاف كبير. إذا قدرنا كل هذه الأمور نحدثها، أعتقد راح نمشي بالأمور بسلام. لكن إذا ظل الوضع على هكذا، أعتقد الأزمة جاية لا محال. طيب سيد عادل، يعني مشكلة أخرى تشوب المياه في العراق مشكلة التلوث، وبحسب صحيفة لكروة الفرنسية تتحدث عن محافظة البصرة بالتحديد بأنها الأكثر تلوثا جراء يعني المناطق الصناعية أو الشركات الصناعية الموجودة فيها، وأيضا هي الأغنى نفطيا، وباستخدام المصافي الموجودة ربما تزيد من نسبة التلوث فيها. ما الإجراء الحكومي الذي يمكن أن يتخذ في هذه المحافظة أو في المحافظات الجنوبية عموما ما بعد بغداد، تبدأ المحافظات الوسطى والجنوبية للتقليل من التلوث في هذه المحافظات؟ نعم، تعرفين حضرتك أكو قاعدة، انخفاض مناسيب المياه هو معناه زيادة التلوث، كل ما تنخفض مناسيب المياه يزداد التلوث. لو نجي على بغداد تحديدا، على بغداد هناك مناطق كبيرة مثل اليوسفية، أكو الرشيد والقصر الأوسط. الرشيد تقريبا 3/4 ما بيها مي، فإذا انخفاض مناسيب المي وين راح يأثر؟ يأثر على الجنوب في المحافظات الجنوبية. كل مدى تنخفض مناسيب المياه الجنوب يزيد التلوث، وهذا اللي احنا قلنا يجب زيادة إطلاقات المياه والمحافظة على مناسيب مرتفعة لمنع التلوث. وأيضا هناك مناطق كثيرة، يعني احنا عندنا مياه لكن مناطق كثيرة اليوم ما توصلها المياه، وهذا أيضا يسبب تجاوزات وشحت مياه مما يزيد التلوث، مثل اليوسفية مناطق كبيرة خالية من المياه. طيب إذا مناسيب المياه منخفضة، على وزارة الموارد المائية زيادة إطلاقات المياه حتى نقدر نكسر التلوث. أيضا هناك الملوثات البيئية من أمانة بغداد من المعامل، يجب حل جذري لهذه الملوثات وإعادة تنظيمها بشكل يسمح استفادة من هذه المياه بمرة أخرى، بدل ما تكون هي السبب الملوث الكبير للبلد. نعم، ومنها محطة الرستمية معروفة، إطلاقاتها أكثر من 1,000,000 متر مكعب ومياه ملوثة آسنة. نعم نعم، السيد عادل المختار الخبير المائي، شكرا جزيلا لك. لقاؤنا يتجدد يوم غد من نفس التوقيت بإذن الله.